مشاهدي ومتتبعي قناة أشكين، مرحبا بكم دائما بقلب مدينة البيضاء. فتلاحظت استنفار أمني، واحد الشخص اللي عيط لصحاب التطبيق ديال عبر النقل السري، ف كيركب معهم رفقة واحد الفتاة اللي كتبلغ من العمر 23 سنة، كانوا خارجين من أحد الملاهي الليلية في عين دياب. فحتى كيقول لهم خليوني نمشي عند مول الساكا ناخذ علبة سجائر، ملي هبط ياخذ علبة السجائر كيهربوا ليه بديك الفتاة ديالو، يعني كيختطفوا في هذه اللحظات بمنطقة عين ذئاب. كما كتلاحظوا هادو رجال الأمن الوطني في زي مدني، راهم مشاو معاه باش يعمقوا البحث حول هذه الواقعة، وكذلك باستعانة لكاميرات المثبتة وبعض الحراس اللي هما كانوا حاضرين، اللي رفضوا انهم يعطيونا التصريح باش الوجه ديالهم ما يبانش، انهم كيخافوا من هادشي ديال الاجرام بالليل. فهاد اللحظات راه استنفار امني بعين ذئاب من اجل البحث على هاد الفتاة واصحاب التطبيق اللي داو هاد البنت اللي وجهها مجهوله. فهاد اللحظات بمدينه الدار البيضاء في منتصف الليل، كما تلاحظون فهاد الساعه، والساعه الان تشير الى شحال الساعه دابا، شحال والساعة تشير إلى الواحدة صباحا بمنطقة عين ذئاب لاكورنيش. حضور رجال الأمن الوطني في هاد اللحظات بالزي ديالهم والبحث عن هاد الجنات اللي تيقولوا سرقوا هاد البنت أو اختطفوها بمنطقة عين ذئاب لاكورنيش. فالإنسان اللي بغى يركب مع أي واحد الا خصو يعرف يتاكد منه شكون هو. حنا ما كنتهموش هاد اصحاب التطبيق، بل هاد المجرمين، بل اصحاب التطبيق حتى هما فيهم ناس اللي كيشتغلوا واللي كياكلوا طرفه الخبز على وليداتهم، الله يعاونهم. وكما يبقى حق الرد مكفول لجميع الاطراف وجميع المؤسسات. فهاد اللحظات السياره ديال الامن الوطني هذه العامله الصيني اللي راه دايره بربعه، راه السياره بيضاء اللون ديال فرقة مكافحة العصابات اللي دخلت على الخط ديال هاد الواقعة بمنطقة عين ذئاب لاكورنيش. فكما قلنا سابقا لا نتهم أي شخص، بل هاد أصحاب التطبيق حتى هما أناس اللي كياكلوا طرف ديال الخبز، ربما ما ساعفهمش لحد أنه مازال ما تقنوش، ولكن غيتقنوا إن شاء الله. نتمنوا السلامة للجميع. فرجال الامن الوطني في هذه اللحظات كيبحثوا على هذه الفتاة وهاد السيارة المجهولة. فهاد اللحظات استنفار امني بعين ذئاب لاكورنيش من اجل البحث عن الفتاة، بما جاء على رواية لسان ديال، والآن راه مشى المخفر باش يعمل المحضر ديالو ويحكي الواقع لرجال الأمن الوطني. والآن في هذه اللحظات متتبعي قناة أشكين معنا شاهد عيان اللي كان قرب هذه الواقعة، احكي لنا التفاصيل شنو وقع اخويا. خويا باش نشرح لك شنو اللي وقع، دابا حسب المعلومات اللي تعطاتني من عند السيد، كاينه متوقعات انه السيده اللي كانت معاه كيقول هو الخطيبه ديالي، انها اتصلت هي بصحاب التطبيقات، هو ما عارفش واش صحاب التطبيق او لا ناس كيعرفوها عندهم علاقه بها باش انهم يركبوا مع بعضياتهم وهي تمشي ويهبطوا، وهو بديك الطريقه ديال انهم يجبدوا عليه جنويه. ما عرفناش شنو اللي وقع بالضبط، مازال البحث جاري ان شاء الله، وغادي يقربونا رجال الامن اللي مشكورين على هذا العمل اللي تيقوموا به. وانت راك شفتي شحال واحد كانوا هما؟ هو تيقول حسب المعلومات تقريبا شي جوج ولا ثلاثه، جوج ولكن انت شنو لاحظتي كانوا جوج؟ انا ما شفتش شنو اللي وقع. حسب السيد اللي تعرض للواقعه واللي وقع عليه المشكل، كيقول بان كنت جالس في واحد المقهى هنايا انا والخطيبه ديالي، من بعد خدات الهاتف وعيطات لصحاب التطبيق باش ننتقلوا لعين المكان اللي حنا باغيين نمشيو ليه. من بعد دخلوه لواحد الزنقه
جبدوا عليه جميه وحيدوا ليه داكشي ديالو اللي بغاو، ومن بعد مشات معاهم الدريه يعني داوها معاهم بحال حيدوا ليه الدريه. شكرا اخي، شكرا بزاف، بارك الله فيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.